أهلا بكم إلى تقرير الاقتصادي. حمل عضو مجلس محافظة ذي قار عادل الدخيلي الحكومة في بغداد مسؤولية تأخر إكمال مشروع حفر الآبار الارتوازية لمعالجة أزمة شحة المياه التي تعاني منها المحافظة. وقال الدخيلي إن المحافظة تواجه مشكلة كبيرة في عمل دائرات الحفر بسبب قدم الآليات وعدم توفر الوقود وتلكؤ العمل. وعلى الرغم من وجود الحلول التي قدمتها المحافظة إلا أنها ما زالت تواجه عدم التعاون والعمل المشترك لتجاوز هذه الأزمة. وأضاف الدخيلي أن المحافظة أكملت إجراءاتها في مجال حفر الآبار وحل أغلب المشاكل في هذا الجانب، فيما لا تزال وزارة النفط بعيدة عن الالتزام بتعهداتها لحفر الآبار العميقة. طلب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي بالتدخل العاجل لحسم افتتاح وتشغيل مطار كركوك الدولي. وقال الصالحي إن الجبهة ومئات الآلاف من مواطني كركوك صدموا بإعلان وزارة النقل تأجيل تشغيل مطار كركوك حتى إشعار آخر. وأضاف الصالحي أن دوافع سياسية لجهات لا تريد نجاح خطة فرض القانون ومعارضة وزارة الدفاع أدت للتأجيل ما شكل صدمة لأهالي كركوك. كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكنها من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 100 شاحنة محملة بمادة الخشب من ميناء أم قصر الشمالي. وقال بيان للهيئة إن ملاكات مديرية التحقيق في محافظة البصرة نفذت عملية ضبط بموجب مذكرة قضائية في ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط 105 شاحنات محملة بمادة الخشب عائدة إلى إحدى الشركات الأهلية كانت معدة للتهريب. وبيّنت التحقيقات الأولية وجود تلاعب وتهرب في دفع الرسوم الجمركية للبضاعة، وتم تشخيص تخفيض غير مسوغ من قبل المخمنين، إذ تم التحرز على الأوليات المتعلقة بالشاحنات والتصريحات الجمركية الخاصة بالبضاعة. ضبطت مفرزة من مركز شرطة نفط كربلاء وكرا لتهريب المشتقات النفطية. وقال الناطق باسم شرطة الطاقة علي المالكي إن قوات الشرطة ضبطت وكرا مسيجا بداخله 3 براميل سعة 220 لترا وسبع جلكانات سعة 20 لترا وتوصيلتين بلاستيكيتين، ومن بين المواد المضبوطة عجلة كيا تحمل خزانا محلي الصنع سعة 2000 لتر ضبط في حي الإمامين قرب مدخل المحافظة. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.